من على المؤمنين أن بعث فيهم خاتم النبيين وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ختم الله به الرسالات الذي اصطفاه وجعله رحمة للعالمين وعلى آل نبيه الطيبين الأطهار وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه ما هبت النسائم وما أيكت عن الحمائم ترك لنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبطلون وبعد قال الله تعالى جل جلاله وهو أصدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن شاء الله تعالى محاضرتي waxay ka hadli doontaa biidhnillaahi albaari mashruuciyatu lixtifaal in ixtifaalku la sameeyo nebiga sala allahu calayhi wasalam la maamuuso in ay tahay sunnatun xasana ayaan insha allahu tacaala inta muxaadaradeena ay socon doonto inahaas ayaynu ka hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo allah subxaanahu wa tacaala fi suurati yuunus wuxuu ku leeyahay aayadda aynu ku furfuranaynay qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay nabigiisa sala allahu calayhi wasalam qul bifadli illaah marka ay tafsiirinayaan culamaau lmufasiriin uu ugu horeeyo saxaabiga jaliilka cabdullah bni cabbaas xabra hadihi lumma wuxuu ku tafsiiriyey bifadli illaahi in loola jeedo cilmiga waxa qofka alla uu siiyo fadliga lahoo qiimaha leh cilmiga ayaa loola jeedaa fadligaas wa biraxmati oo muxaadaradeenna caawa insha allahu tacaala aan uga hadli doonno wa biraxmati raxmati waxaa loola jeedaa biwilaadati nabiyi sala allahu calayhi wasalam dhalashada nebiga ayaa naxariista loola jeedaa sidaa darteed waxaa muhiim ah oo qof walba inuu ogaado inuu ku baraarugsanaadana muhiim ay tahay in nebiga sala allahu calayhi wasalam ixtifaalka loo sameynayo iyo maamuuska loo sameynayo iyo qiimaha uu leeyahay waxaa kaloo aayaddan laga fahmayaa
فليفرحوا هو خير مما يجمعون فرحدنا وحالو لجيدا وحكلما النبي صلى الله عليه وسلم إماشيه سا أمام مديه سو أمد وحوها فرحد كوين ميسجرين سيدا درتت قف البابا إنو أغادنا مهيم أي أتهي النبي صلى الله عليه وسلم لوينيو لغا الشيكيو وحا لغا الشيكينا ينا أي تهي في حياتي نلشيسا فالاحتفال مركينو احتفالكو سيبدقة مركينو غال لنا احتفالكو وحكلا معاً لذكر قصتي إن لغشا كان يا النبي صلى الله عليه وسلم قصديسا يا وسيرتي سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم لغشا كان يا وجميع أحواله يا دمان حالته وصامر النبي صلى الله عليه وسلم أمد إن أي أتهي عبرة وعظة إني أتهي كنا فكر كنا فكر أن أمد نبي صلى الله عليه وسلم إماشه سقيمها قارك إلا ذا سيدا درت نبي صلى الله عليه وسلم إن احتفال الله سميه أمال لما موسى علماء قار وحي كتغين سنة حسنة إن أي تهي سنة إن احتفال كن نبي الله سمعيه وحال سمعينا ينا أي تهي إن مجالس تن بركيسا أوكله لسوي ماذا لسغة شاكيه لسغة تاريخيه سعيد والباء أي أوغاته مدى كرنا أي تهي إن محاضرات يلغو قبته هي جلسات تانا او وحكرا انا ماهين النبي صلى الله عليه وسلم قدر يسئل وينيو سيدا درتت آيات كلا آية الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح وأغاها الله يا تعظيم كالنبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا معناها آيات مركة لغها الليو التعظيم والتبجيل به صلى الله عليه وسلم في حياته نبي صلى الله عليه وسلم نلشيسة مركة النورة إن لوينيه وبعد انتقاله إلى الملأ الأعلى مركة وقوري لنك الله سبحانه وتعالى وهو واجب إذ خلافه الاستخفاف وحل الدين يا وحي طهي أيضا الله عرري إن ضدك أي فضوذستان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الكيسة كشاكين تيسة وح استغشي كيسة هذه أمد أي كتغان وحا كتلا نيسو الاستخفاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا فضوذيستو أو إلا أبو هذا النبو حان استغشي كان إن حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدا درت قف الباء وحو عاوى أغانيا حتى هذه سنهري وسنؤغين إن لو جروا حلق النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء هذه الوحاكة لنا يهدي الله ماموسين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لوينين وحاكة لنا يا إن لفظوا ديستو هذه النبي لفظوا ديستنا دباتة أياكة لنا يسا ما كسير دباتة إيسان أغدى لنا أي النبي صلى الله عليه وسلم لسغة تاريخين يا لما موسى صدق الله بحنيا سيدا درت
ixtifaalka nebiga sallallahu calayhi wasallam marka layska weydiiyo ixtifaal naxtaaju ilaa tacriif naxtaaju ilaa tacriif waxaan u baahannahay inaan qeexno ixtifaal maa macna alixtifaal ixtifaal maxaa la yidhaahdaa alixtifaal huwa atacbiir can alfaraxi birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waalfaraxu bihi sala allahu calayhi wasalam matluub biamri alqur'aani ayaa lagu tacriifay waxaa lagu tacriifinayaa in nebigu wilaadadiisu aad ku faraxdo faraxa aynu ka hadlaynana waa farax matluub ah qof walba laga rabo biamri alqur'aan waxaa ku amraya qur'aanka ayaa ku amraya min qowlihi tacaala qul bifadli illaahi wabiraxmatih fabidalika falyafraxuu falyafraxuu ku farax hadda qofku lagu farxayo waa nebiga sala allahu calayhi wasalam sida aad ka warqabtaan alqur'aanu yufasiru bacduhu bacda qur'aanku qaarka qaarka kale ayuu fasirayaa isagaa isfasiraya qur'aanku aayad kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin hadda ma aanan kugu dirin dadku ilaa raxmata lilcaalamiin in aad dadka u tahay naxariis aad u tahay iyadoo aayaddii ka horreysa ay tafsiirinayso waalfaraxu bihi sala allahu calayhi wasalam nebiga oo lagu farxaa yakuunu tuulu alcaam sanadkoo dhan in lagu farxo walaakin yashtaddu fii ayaami miilaadih waxaa aad loo adkeynayaa xilliga uu dhasharay sala allahu calayhi wasalam axbaabi fi illaah waxaa muhiim ah inaan wada ogaanno qofka cilmiga baranayo mutacallimka ah iyo midka aan wax baranaynin oo caamiga ah intaba na wada anfacayso waxay tahay inaan wada ogaanno si bidiqana aan u ogaanno waxaa su'aal ah hal hunaaka shakun fii taariikhi miilaadi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu dhalashadiisu ma shaki miyaa ku jiro alijaabatu laa jawaabtu maya jawaabtu waa maya nebigu dhalashadiisu shaki kuma jirto maadaama dhalashadii nebigu aysan shaki ku jirin in la maamuuso la weyneeyo shaki ma geli karto aslanba jamhuuru alculamaa waxay leeyihiin iskuna waafaqsan yihiin nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu dhashay maalin isniin ah bisha mawliidka ah ama rabiicu alawal waxaad dhahdo 12 ayay maraysay sanadkana wuxuu ahaa licaami alfiil sanadkii maroodiga ayuu ahaa sidaa darteed cidda ugu horreysay ee keligeeda ixtifaal samayda nebiga sala allahu calayhi wasalam isagaa ugu horreeyay maca daliil xadiidka abi qataada radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam su'il abi qataada saxaabigan jaliilka ayaa nebiga wuxuu weydiiyey can sawmi yowmi alitsnayn nebiga allah ayuu wuxuu weydiiyey nebiga allow maalinta isniintu aad soomaydo maxay tahay faqaal wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam daaka yowmun wulidtu fiih hadda waa maalinkii lay dhalay nebiga ayaa wuxuu leeyahay waa maalinkii lay dhalay wa yowmun bucistu fiih waa maalintii laysoo bixiyey
aw ama unzila calaya fiih, ama laygu soo dejiyey qur'aanka. Rawaahu muslim. Xadiidku darajadiisu muslimka ayaa soo saaray. Marka laga hadlayo darajatul xadiid ama cilmiga marka la joogo fanal xadiidku, xadiidku darajadiisa wuxuu wataa darajatu muslim. Nacam. Sidaa darteed nebiga haddii uu isagu sameeyey daliilkan cadna uu yaalo, waxaa su'aal isweydiin mudan ah. Nebigu hadduu sameeyey shukran lillaah, ilaahay uga mahad celinaya, wa naxnu nashkuru allah, annagana ilaahan uga mahad celinayna dhalashadiisa. Hadduu asagu sidaa sameeyey, wa naxnu kadalik, annaguna nucadib, annaguna waa weynaynaynaa dhalashadiisa maadaama uu sidaa u sameeyey nabiga sal allahu calayhi wasalam. Xadiidkan waa nas, wuxuuna nas u yahay fii idhaari suruur, in la muujiyo laguna farxo biyowmi mawlidi nabiyi sal allahu calayhi wasalam, dhalashada nebiga in lagu farxo. Walaa yaxtamilu gayru, wax kale oo ixtimaalaya ma jirto, wixii ixtimaalaad ah laa majaala fiiha. Haddaad maqli jirtay naxwadu ficil maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab, mas'alatu alixtimaal fi hadihi almas'alati laa majaala fiiha walaa niqaash, wax war ku jiraa ma jiro. Xadiidkan nas cad waaye, waa ciddii rabtaa xaqu inay fahamto. Alxaqu axaqu an yuttabac, xaqu ayaa mudan in la raaco. Fa inna hada nas sariixun, waa nas cad oo caddaynaya in lagu farxi karo biwilaadati nabiyi sala allahu calayhi wasalam. ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وباب شيخ أغي شيء، قال عروة والثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب. حديث كان وحى أكويا له كتاب كفتح البارقة juskiisa sagaalaad safxada boqol iyo afartan. Xadiidka raqamkiisana waa shan kun iyo boqol iyo kow. Xadiidkan wuxuu ka hadlayaa sidaad wada garanaysaan, abiilahab nebiga adeerkii ayuu ahaa. Gabadhan la yidhaahdo Thuwaybatu al-Aslamiyya oo saaxibu lbarzanj markuu ka hadlay uu leeyahay Thuwaybatu lAslamiya, addoon uu asagu uu leeyahay ayay gabadhan ahayd. Sidaa darteed gabadhani waxay u bishaaraysay nebiga sal allahu calayhi wasalam marka uu dhashay, maadaama adeerkii uu yahay nebiguna uu agoon u ahaa. Xadiidkan oo fatxulbaarigu ku yaalo, abiilahab aad ayuu ugu farxay dhalashadii nebiga sal allahu calayhi wasalam. Dhalashada uu ku farxay nebiga sal allahu calayhi wasalam dhalashadiisa ayaa waxaa laga sheegay oona uu soo aroorinayo Suhayl ninka la yidhaahdo anna Cabbaas ibn Cabdilmutalib قال لما مات أبو لهب. عباس بن عبد المطلب أيا ريال لغوت سي نيك اللي يرادو أبو لهب أو حالت آد أخن كسوغن مركا يوغو يري أبو لهب أيا هادليا يقول هادليا ريو كجرو ولا الكيسة عباس بن عبد المطلب أيو هادليا waana fii xaalat annowm, isagoo cabbaas uu ku jiro ayuu ku riyooday
arkayna riyadaas. Riyadu waxay ahayd Abu Lahab oo uga sheekeynaya Cabbaas ibn Cabdulmutalib, asagiina uu arkay xaalad adag inuu ku jiro. Wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo Abu Lahab, أن العذاب يخفف عني كل يوم يوم اثنين مالين والبو اثنين عذاب هو الله يغفر بيني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين نبي يا مالين تعالى غفر بيني نك أبو لهب بشيء وحو كلوكو هلي Thuwayba markay u bishaaraysay oo ay ku wargelisay walaalkiisa Cabdullaahi in loo dhalay, bishaarada darteedii ayuu ku xoreeyay. Xaafid Shamsuddiin Muxammed ibn Naasir ibn Diin ad-Dimishqi, ninka la yiraahdo xaafidkan, kitaabkiisa la yiraahdo Mawrid As-Saadi fi Mawlid Al-Haadi ayaa wuxuu ku yidhi qad saxa anna aba lahabin yukhafifu canhu cadaab annaar, waxaa sax noqday oo wax jirana ah in abaalahab laga fududeynayo cadaabta fii mili yowmi اثnayn maalin walbo اثnayn ah. liictaaqigii Thuwayba, Thuwayba uu xoreeyey darteeda, سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أسأل كفر حي للشهد النبي صلى الله عليه وسلم. كدبنا حافظ شمس الدين أبيادا أي كغه الله، إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في ليلة اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. أبيضا أي كتري حافظ شمس الدين وحو كل يهي أبيضا بيذتك وحو كل يهي هذه روحي قال كأها أو حال كيسيح ما قابدر ناس سدا هدو نقضي بتبت يداه في الجحيم مخلدا. سيدا دوكتي نيكل يرادو أبو لهب وانيكي سورة دينا ليكسو دكتي أساقو نول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في سورة المسد نيكي كسو دكتي وا أساقو نول ayaa ninkaas naar in uu ku waaray ayaa loo ballan qaaday Alla subxaanahu wa tacaala, oo hoogay jaxiimana ku waaraya. Ataa annahu fi leylati اثnayni daa'ima, habeen walba اثnayn oo اثniin ah, yukhafifu canhu lisuruuri biaxmada, oo looga fududeynayo jacaylkii dhalashadii uu ku farxay nabiga sal allahu calayhi wasalam. فما الظن محاد مودا بالعبد الذي كان عمره محاد مودا أدونكي عمري يسو إذل مسرورا متكفر أحسن أها بأحمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كفر أحسن ومات موحدا أنا كبير يوذي ألا كل يوحدي. فما الظن محاد مودا روحي aan wada naqaanay jaxiimo ku waaraya ayaa sidaa xaalkiisa uu noqday. Maxaad moodaa ruuxa muslimka ah, muwaxidka ah, xaalkiisu maxaad moodaa? Yuu nabiga sal allahu calayhi wasalam jecel tacdiiminaya, ku faraxsan, weynaynaya, maxaad moodaa? Qaybtaa waxay ahayd qaybtii koowaad. Cidda ugu horeysay ee samaysay in ayadu ismaamuusto nebiguna isaga ugu horeeyay. Hadda wuu soomay? Nacam, wuu soomay. Maadaama uu soomay, shukran lillah,
hadda maxaad u diidi kartaa shukran lillaah, annagana dhalashadiisa shukran lillaah, ilaahan uga mahad celinaynaa. Wa amaa man bada bilhay-ati alijtimaaciya, markaynu ka hadlayno sidan in loo qabto, tabcan caalam islaami oo idil ixtifaalka nabiga sala allahu calayhi wasalam laga samaynayo, maalinba maalinta ka sii dambayso in uu ka sii weynaado mooye, wallahi inuusan ka sii daciifeyn, inuu ka sii sara mara mooye. Adduunyadu waxaa lagu qabtaa jaamacadaha waaweyn oo wax lagu bartaa lagu qabtaa, waxaa ka mid ah jaamacatu lazhar ayaa ka mid ah. Qaabkan taariikhiyan waxay soo bilaabatay oo ijtimaacan sidan oo kale loo qabanayo fi zaman alkhaliifa alcabbaasi, taariikh ahaan muarikiinta sidaas ayay sheegaan in xilligaas taariikhdu ay soo bilaabatay. Ninka uu soo bilaabana waxaa la yidhaahdaa huwa axmed ibni yuusuf ibn muxamed, naanaystiisana waxaa la yidhaahdaa almustadiiu biamri illaah. Sidaa darteed ilaa yowmina haada ijtimaaca uu sidaa u sameeyey nidaamkii dowla alcabbaasiya ay taariikhiyan soo bilaabatay, ilaa yowmina haadana annagu aynu joognana markhaatiyaarkanna way socotaa. Sidaa darteed waxaan ogaanay in mashruuc uu yahay, lagama maarmaanna ay tahay qof walba inuu ogaado ixtifaalku la samaynayo waa wax soo dariyey oo bidca ah, oo ah fi sharci huwa almuxdith. Waad garanaysaa marka laga hadlayo wax walbo shareecada lagu soo daro muxdath ayaa la yidhaahdaa, laakiin waxaa faham u baahan oo faham bidiqa u baahan qofka inuu fahmo bidcada. Bidcadu marka laga hadlayo, Ibnu Carabi ayaa ka hadlaya, wuxuu leeyahay laysat albidcatu walmuxdathatu madmumayn, wax in la soo diriyo iyo bidcada un waa la mid, ma ahan madmuumayn lillafdi bidca wa muxdathin. Alfaadaas lagu dhawaaqayo bidca waaye, muxdath waaye, marka la dhahayo madmuumayn maahan, waxun ma aha, shaygan waa bidca. Marka la yidhaahdo macnaheedu ma noqonayo waxun inuu yahay oo keliya, miisaanku ma noqonayo oo keliya qofka inuu saaro miisaan la yidhaahdo, waa inuu saaraa miisaan oo kafatayn leh, waa inuusan hal miisaan uusan saarin qofka. Ogow, markaad miisaanku saarto, miisaankeenu ka hadlayna waa miisaanu shariica, shaygan bidca waa haddii lagu yidhaahdo waxaa qofku laga rabaa miisaanu shariica inuu saaro. وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. قيبتاً وحكول لي هاي بدعة مكو ابن عربي أكاد لي بدعة الله رأي الله قيبيا بدعة ضلالة وبدعة هدى. Erey bixintaas ayay qaadatay bidca dalaala. Maxaa la yidhaahdaa waqiya almuxdathatu almukhaalifatu lilqur'aani waassunnati, wax walbo cusub bidca la yidhaahdaa. Tabcan waan arki doonaa hadduu ilaa yidhaahdo bidcadu hadday tahay gobol ka mid ah dadku ayaa waxay dhahaan bidcu ma qaybsanto, waxa qaybinaya ma ahan culamaa almucaasiriin iyo wadaad hadda soo baxay, ma
waxa qaybinaya tabcan waana arki doonaa hadduu ilaah yiraahdo imaamka weyn ayaa qaybin doona فإن الدين تحتاج إلى فهم دين تفهم أي أبان الدين تماع على إرادة إن المال كاقد إقناته صحما بعد المعاوية أولي هاي فإن العلم بالتعلم شيء برشاي كاقد بايا وإن بحثك سميلا وباردك سميسا أو وحبنا أتصو بارتان oo kali ah ee Soomaalidu waa dad iska xamaasiin waayay leeyahay xamaasada iska qaba qof walba iska xamaasiisay sida darteed bidca ma qaysanto bidca way qaybsanta bidca laba ay qaybsanta bidcana waa mid dalaala ah waxay muhdathatu al-mukhalifatu lil-Qur'an was-Sunnah wa bid'atu huda waxay muhdathatu al-muwafiqatu lil-Qur'an was-Sunnah waa mid waafaqsan qur'aanka iyo sunnada waafaqsan wa hada taqsiim qaybintan qaybinay min hadith al-bukhari wa muslim an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd rawahu muslim aw bi lafdhin akhar وهو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد احاديثا marka laga hadlayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka uu leeyahay ma laysa min an al muhdath inma yakunu radan ila mardudan mata idha kana ala khilaf al shari'a waadi sharaacada uu khilaafsan yahay hadda inaad la soo carartay maxaa la yiraahdaa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd mardud na'am ya sayyidi wa afham nooga baahan ma laysa min waxaan culuma waqti gelisay oo kali waxay tahay anigu inaan gudta risaalada waxay tahay muqaddas kula sheegayo oo marduudku xadiidka uu ka hadlayo inama kana ala khilaf ash-shari'ati oo wax shari'adu khilaafsan wa anna al-muhdath al-muwafiq lish-shari'ah laysa mardudan mardud lama dhahay xadiis shari'adu waafaqsan hada al-kay wa hadayda waxa kamid aha qadiyadu haday tahay qadiyad ku saafsan mas'ala diiniya waxay u baahan tahay miisaan shariicada ila saaro ee kitaabkan la yiraahdo takhrij al ahadith wa daraasatu marka laga hadlayo wuxuu leeyahay shiiqa kitaabkaas iska leh marka takhrij al hadith ka laga hadlayo oo kale wuxuu leeyahay hadithku hadii aad aragto inuu daciif yahay ha ku dhagnaan oo kali ah hadithka inuu daciif yahay waxa suura galay xadiidka turuq kale inuu ku yimaado tabaan xadiidku marka faniga laga hadlayo ad-da'ifu yuqawi 'ala ad-da'if xadiidku da'if markuu yahay xadiid kale oo da'if oo turuq kale ku yimaado wuu xoojinaya da'if zaa'id da'if yusaawi hasan kuma diidid حديث قضيه ضعيف لقدره ضعيف طبعا طرق كلا دوبنا يكون هذا الا ان ادو حدي هوداد اي تاهي حديث كان واضع ضعيف وحو كاغا باهن يحي ضد كتبحر كاوله علم غاس اقونت له وين ادو قدم بيدا جديدا ما ضعيف وهذا دا دهدي حديث كطرق كلو كو يمان كرا sida darta sheekhu wuxuu ka digaya oo leeyahay qofka waa inuu san hawadii suraacin waxa uu asagu iska rarabana waa inuu san raacin waa in wixii san noqdaan muwaafiqan lishariica waxaynu ka fahmaynaa xadiidkan xadiid kale jariir ibn cabdillaahi ibn albajali radiyallahu canhu annahu qaal
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث. حديث كان وحكاها الله يا جرير بن عبد الله بن البجلي والنبي صلى الله عليه وسلم وكوريي قفك جدي السنة وناكسن أجر كيدو أسقع يا أسكالة يا عدي سميد الله كذا الشيس أسقع وحاء أنا لغن نقسامينين إن أجر كيسا روح سمينية قفك حمان جدي ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها كالقابيل. قابيل يسن سنة سيئة وهو القتل. قابيل وحو جديي سنة حن أي جديي دوني ذا أن لغا أقول قفل الدلو أي دلي إلى يومنا هذا عيد والبولة دلا الدنيا يكله. لماذا؟ فإنه يسن السقع جديد السقع بالله يعدي سمينانا دم بيجي دي مركي لصيو السقعنا انت كالسالي دي سال الله قدر ما دام السقع وجديد. وقال الإمام العلامة الشافعي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الأم أي إمام الشافعي وكل يهي البدعة ضربان. البدعة ضربان أي نوعان. إمام الشافعي بدعة وقيبيه لبا وقيبيه بدعة ما قيب سنته. الإمام العلامة سيدي يتكلم وينطق اعلم بفهم دقيق. البدعة ضربان بدعة الرأي الله قيرية بدعة هدى وبدعة ضلالة. في مناقب الشافعي وكل هاي المحدثات من الأمور ضربان وحيابه ضدك أي سودريان أو إذن الرأي الله قيرية. أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا أو قياسا. أيها الإمام الشافعي ذاتكو حيا رأي سودريان أي أجرو خلاف سن كتابك سنة إجماع قياس الأدلة المتفق فيها. فهذه البدعة الضلالة بدعة نوعها اللي يقانا بدعة الضلالة. والثاني أعني البدعة الثانية مد اللبات ما أحدث من الخير ووحل سودري خير لا خلاف فيها لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة. إمام الشافعي عليه خدي وحل سودري وحونا أحسن أيهين أو خير أهديهين وحوليها غير مذمومة وحن معه حتى أدوب بانتاين وحاد كفير سنكرتا كتابك أسكليها الإمام الشافعي كتاب الأم وحاد كلو كفيرين كرتا كتابك اللي يراد مناقب الشافعي أسكليها جسك لبعض صفحة بقل السغاشن إلا بق طبعا ماشا سادوح بضان أغسي بغن كرتا. وقال النووي الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللقات وكل هي البدعة بكسر الباء بعض هذه الله صدقه في الشرع شرع مركل الجوبه أو عند الاصطلاح مركل الجوبه هي أحداث ما لم يكن في عهد رسول الله ووحى رسولك حلقه صلى الله عليه وسلم أنا معي وهي وهو منقسمة إلى حسنة وقبيحة. الإمام النووي يقول لي وحى الله قيبين
mid fiican bidcada iyo mid xun ayaa loo qaybinaya. Wuxuu leeyahay imaam an-Nawawi, waxaa bannaan nebiga sallallahu calayhi wasallam gadaashiisa waxaa la soo keenay shay-un lam yanus calayha an-nabiyu walaa ficl. Imaam an-Nawawi sharti ayuu keenayaa an yakuuna muwaafiqan lilkitaabi waassunnati waalijmaaci waalqiyaas. Waayo qofka uu ku keenaa waxa aad keenayso waxaa laga fiirinayo sharti ah an yakuuna muwaafiqan lilkitaabi waassunnati waalijmaaci waalqiyaas. Saxaabiga jaliilka Cabdullaahi ibn Mascuud radi allahu canhu waardaah wuxuu ku leeyahay xadiidkan maa rawaahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allaahi xasan wamaa ra'aahu lmuslimuuna qabiixan fahuwa cinda allaahi qabiix akhrajahu limaamu axmed bnu xambal. Hadda ogow axmed bnu xambal ayaa soo saaray wasaxaxahu lxaakim fi lmustadrak, ayuu xaakimkuna ku saxiix yeelay kitaabkiisa mustadraga. Waa juska saddexaad safxada 780. Xadiidka muxuu ka hadlayaa maa ra'aahu lmuslimuun, waxa muslimiintu ay u arkaan xasanan, wax wanaagsan inuu yahay. Fahuwa cinda allaahi xasan, alla agtiisana wuu ka wanaagsan yahay, waa wax wanaagsan. Wamaa ra'aahu lmuslimuun, waxa muslimiintu ay u arkaan qabiixan, wax xun inuu yahay. Fahuwa cinda allaahi qabiix, alla agtiisana wax xun ayuu ka yahay. Xadiidku waa xadiid mawquuf ah, Cabdullaahi ibn Mascuud ayuu joogaa, laakiin xukmuhu alrafcu, xukunkiisa waa xukun banaanka yaalo, waa Cabdullaahi ibn Mascuud, waa raggii cabaadalada ah ayaa sidaa dhahaya. Xadiidku mawquuf ha ahaado, nacam, isagoo mawquuf uu yahay xukunkiisa alrafcu, waa kor yaarmaan xukunkiisa. Falamaa qasama alculamaa ahlu lxaq, culummada ahlulxaqa ah bidcadu waxay u qeybiyeen, laba ayay u qeybiyeen, bidca dalaala ah iyo bidcatu huda. Waxaa lagama maarmaan ah inaan ogaanno tacdiimka nebiga sala allahu calayhi wasalam aslun min usuuli liimaan, asalka iimaanka ayuu ka mid yahay. Fabidcatu dalaala, marka laga hadlayo bidca dalaala, minha maa yatacallaqu biusuuli ddiin ay annaha bidcatun caqaa'idiyatun mukhaalifun lima kaana calayhi saxaabatu fi lmuctaqid ka bidcatu lmuctazila. Sida tusaale waxaa loo soo qaadaa bidca dalaala, marka tusaale loo soo qaadayo qolooyinkan muctazilada oo kale ayaa loo soo qaataa. Muctaziladu maxay yihiin? Muctazilada ayaa waxay yihiin fii inkaarihim lilqadar, qadarka ayay inkirsan yihiin. Waxay leeyihiin wax qadar la dhaha ma jiro, qadar wax la dhaho maba jiro. Bidcadoodii waa bidca dalaala. Wa bidcati lkhawaarij, khawaarijta iyagana maxay yihiin? Khawaarijtu alladiina kharajuu calaa caliyi bni abi aalib, waa qolooyinkii cali ku baxay iyo nidaamkiisii ku baxay, la dagaalamay, waa qoladaas iyagana, qoladaas bidcada ay ku sugan yihiin culamaa lmuslimiin, waxay u yaqaaniin bidca dalaala inay tahay. Waxayna ku tusaysaa maa uxdita bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga gadaashiisa wax walboo la keeno aw fii xayaatihi, noloshiisii,
ما لم ينص عليها وحن نصدو صنعتين بدعة ضلالة إلي تهاي وما تصيص أوه إن وحو البو إني ينحالي يرهدا أو النبي صلى الله عليه وسلم قداشي سيميت يأسغو النول أو نصنع اللغين بدعة ضلالة لما يرهدا محالي يرهدا تسالو إن يرينا يعني بحين دون نهدو إلا يرهدا خبيب بن عدي وأن الصحابي أيها عندما قدم للقتل صحابي كان جليل كا مركي الربيع إلا ديلو خبيب قال لي طبعا آدو غقي قاتي دقال كي أحد ورقوا وين أو قال لدو حارث كم ديها أي دلي قال لدو نعيل بدن أي أقبتي كعنت أي كدين مركا أي قبتين أي مشركين تي مكة وحي كلهن وكتوغنينا بمعنى وكتلينا مركا سوحو يري أمهلوني ورئيسوغا حتى أصلي ركعتين ورئي الله الله بركع أكتو كذور السوغا فصلى ركعتين ورأرتك الله بدي ركع أيوتك كذب ويدلين رضي الله عنه ما أحد فعل هذا غير هذا الصحابي كهر اتسميسي مجر صحابي أسآنا معين أو خبيب فقد روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل وروحي أبوري أجريا قفل الدلايا إنو ويديستو لبرك عيا سوت كان يا إنو يراد منك أبوري أجريا وها سيدا درت يدل على هذا الشيء هو المحدث شيء يسوح من نقنا يا ومحدث سوما نبي صلى الله عليه وسلم موسى صمين نبي جنو نولي صلى الله عليه وسلم إذا كان موافقا للشريعة فليس مردودا نبي صلى الله عليه وسلم أي اللغو ورقلي وحالي النبي قال الله نيك خبيب سيدان أي سميي كورا مركز سوير النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت كذب قفوا البقالة أي قبطه أو أي دلي سبب لبدا ركعته كذب نبي ما سميه لا صحابي قاسا سميه سوما نبي قنوا الغور قلي والله شاقي إلى يومنا هذا قفوا البول الدلاي الله بركة عيان تكني السوغدا خويب أي أغوري نكوري أغوري سميه لابو جميع الناس على صلاة التراويح في رمضان صلاة التراويح ذا أو هب جماعي أهلو تكذو في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجري يصلونها فرادى فرادى كل كل أهلو تكني حلق النبي صلى الله عليه وسلم هب جماعي أسجري عمر أي جريي وعنيري نعم البدعة بدعة أي أن مع الهاتين هذه تنعة بدعة ضلالة وصنعة بدعة حسنة عمر سيدة عمر سيدة بهية وقد روي ذلك عن عمر أو في رواية روايتك لأي وحي جرتي هيت نعمة البدعة هذه أو نعمة البدعة بدل كذا نعمة البدعة عمر يا سيدة بهاية وكذلك من البدعة الحسنة وحكم ده زيادة عثمان بن عفان آذانا ثانيا يوم الجمعة آذان كمالين الجمعة اللبات عثمان أي أجري نبي موسى نوغين فهذه بدعة أحدثها عثمان بن عفان ومعجز صماه ثمان ياكين
ولم يكن هذا الآناء أذان الثاني في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس على هذا الآذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغاربها. بركة قفك دي أوير هذا محدث واي ومردود مدول بعض هذا وكان يقول يا له. فالذي يقول ليس هناك بدعة حسنة ضدك بها يوقعن دعوني بدعة حسنة لن مجرته. الذي يقولون لا تكون البدعة إلا بدعة الضلالة وربدعة هدي جرته وربدعة ليرادة وحاجرته بدعة الضلالة ليرادة. هل سيقتصرون على آذان واحد يوم الجمعة؟ ما لنت الجمعة ما هل آذان وكلمة يكون قبصران؟ جوابتم أيوه، كان ما كان الأمر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق النبي صلى الله عليه وسلم آذان لوح. فهذا التناقض بين فعلهم وقولهم، ما جاءوا حكيت جرى وحل إرادة، تناقض أياجرة أو إسبورين أياجرة، أو أه محدث واي بدعة أصلا بحسن وحل داية مجرته ضلالة لواير. وحاوح أغباها إن أمال ساره قضية دانة. وحاك لو الله غربها لا دان إنه كتب كذا. إخوة الإيمان سيدو كلام نبي قوله السمية صلى الله عليه وسلم سيدا يهيت صحابي قلنا سيدا سيو السمية. وحاك لو جرت صالح أفراد تنقيط المصاحف قرآن كل بعيسى أما حركين تيسى فتحة كسرة ضمة وحصارا وحركوين كقرآن فالصحابة الذين كتبوا الوحي صحابته بق للوق رجري وحد بحوص ملهين تعد بحملهين ونحوهما وحي لمدة بلا نقط يأذو بحملهين بعضو بحملهين قاف كل بدي بحملهين ثالث سجح بحملهين جيم كل بحملهين بمعنى بلا نقطة أيها. ثم عثمان بن عفان لما كتب مركو عثمان أودجيي أو طبعا بصرة عاصمة اللبات دلك العراق هي مكة لوكا لدري نسخوين للضابعين مركا سوحي النقطي إن الله بعضي ما دام القرآن قدد عجمنا أي كصوبتين إسلام كينا آدو أسيباهي وفافي إن لدبعي أي الله بعضي القرآن كوالا دبعي تابعين تيانا دبعيين ومن أهل العلم والتقى. وحال نكا لير هذا يحيى بن يعمر نكا بفعها أدارك إذا القرآن كو يالي تابعي أيها يحيى بن يعمر يالا دهي. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط فلما فعل هذا لم ينكر العلماء علماء ما يستنكرون وحفي عليه يوسف ليصانا نعم مدك لو وحي تهي بلال بن الرباح الحبشي الصلاة خير من النوم أذانك الكوبات الصلاة خير من النوم يا الغدر صلاة وحا سميي بلال أي سمي. فلما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مكه مقلي وبلال نأو سميي نبي هذا الكوير عجيب كبضا فيري ما أحسن هذا ما حاكق روح بضنوية اجعله في آذانك بلالو آذانك غيال سان ليال جو جمانيا سان ليال حرام ويا ساس ويا مجرد محولي يا نبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حاكا ونكبر اجعله في آذانك آذانك سان ليال وحيابها مهينك وحقيقة مجال كان دعويق أبهر يا وحيتاي إن قفك وحبضا وكفامه مجال كان حقيقة ومجال أبهر الحكمة والموعدة الحسنة ما أهم مجال كان مجال عاي أضيار سماه مجال كان دعويق وما أهم أفلقادين ما أهم مجال كان دعويق وما أهم قف إنا الإجافيدو أصلا بصحنا
diinta islaamkana meel ay uga banaan tahay ma jirto. Caayadu muslimka ah nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ka hadlay sibaabu lmuslimi fusuuq, ruuxa muslimka aad caayadaa faasiqnimo waa khuruuj can ilmillah, khuruuj can taacati illah, taacada allaad uga baxayda wax fiican maa. Sideedu waxaa la yidhaahdaa bani aadamka tusaaluhu ayuu wax ku fahmaa. Caagan biyo ayaa ku dhex jira, caagan biyuhu markuu ku jiro haaf oo kale sidaan uu yahay waxaa badan inuu saandhaaka saas iska leey, laakiin hadduu buuxo waxba kama maqlays, waxba ma dhaqaaqaa sidiisul waa. Waxaa kaloo la yidhaahdaa idaa curifa asabab batala alcajab, idaa curifa asababu batala alcajab, haddii aad sababta og tahay batala alcajab. In aad la yaabtaa meesha wayba ka baxaysaaba, ayadaaba meesha ka baxaysaba. Sidaa darteed waxay kale carabtu dhahaan man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraaru, qofaanan quudkiisu haysan wuxuu asaga cunaba uusan haysan, laa yamliku qaraaru wax go'aan malah, saas dheh iska leeg. Limaada? Fa innahu laysa cindahu quud, quudma muba haystaba. Maxaa yeel qofku bani aadamka waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha lagu maamulo waxaa ka mid ah in asaga wax la geliyo, tamwiil lagu sameeyo. Ninku dacawiga ah ama madaalka dacwada ku jira in nooca uu ku sifoobaa aslanba wax wanaagsan maa. Haddii kale wixii dhehdheh sheeg lagu dhahaa dhisaa dheh sheeg wax la yidhaah, soomaalidu waxay taqaanaa dheh sheeg wax la yidhaah, sheegaa lagu dhaha waa iska sheegaysaa, dheh waa iska dhahaysaa, sax maa. Sidaa darteed haddii aan sidaa u taxliilinay laa xujata lahum, wax xujo uma lah, xujana uma haystaan cidda ixtifaalka iyo tacdiiminta xabiibka sala allahu calayhi wasalam ka hadlaydo tacninayda ila la cinaad, madax adeeg mooye wax kale ma jiro. Hal ogaada madax adeega ayaa jira. Qofku haddii madax adeeg uu qabo waad garanaysaa shaytaanku. Nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa waxaa lagu amray usujuud ayaa la yidhi, muxuu ugu sujuudi waayo wuu madax adkaa. Alla subxaanahu wa tacaala muxuu leh shaytaan maarid, shaytaan madax adag ayuu ah. Marka qofka hadduu madax adag yahay wax walbo aad u sheegtaa ma aqbalayo. Haddii uusan aqbalin annaguna waxaan u sheegaynaa laa xujata lahum ila alcinaad, wax xujo ahna uma haydid mas'aladan iyo wixii ku saabsan ka hadalkeeda ila alcinaad, madax adeeg mooye wax kale kuuma diiday inaad xaqa qaadato. أنتم متحكمون لا تمشون مع الدليل, waxaad ku xukminaydaan ood ku hadlaydaan oo dadkana u sheegaydaan laa tamshuuna maca adaliil, waa waxaan daliil ku socon. Innamaa tamshuuna maca hawaakum, waxaad ku socotaan hawadiina ayaad ku socotaan. Waxaan caddaynayna waxay tahay waa wax qof walba fahmi karo. Nebiga sala allahu calayhi wasalam weynayntiisa qur'aanka ayaa weyneeyey, alla subxaanahu wa tacaala ayaa weyneeyey. Alla wuxuu ku leeyahay aayaddan wa innaka la calaa khuluqin cadiim, nebiga alla waxaa kuu sugnaaday dabeecad weyn. Hadda wax ilaahay weynaan uu ku tilmaamay meeshaa rabta geey, weynaan alla uu weyneeyey cid ka qaadan kartaa ma jirto. Imaamka weyn oo la yidhaahdo Sharafuddiin Muxamed bnu Siciid bnu Xamaad Assanhaadi, shiikhan wuxuu aad ugu magac dheer yahay, magaciisa waxaa ka magac dheer naanaysiisa Alimaam Albusri, xayu qaal
abyaadan ayuu ku leeyahay imaam albusiri dacmad dacatu nasaara fi nabiyihim waxkum bima shi'ta madxan fiihi waxtakin wansub ilaa daatihi maa shi'ta min sharafin wansub ilaa qadrihi maa shi'ta min cidami فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم وحكولي هاي إمام البوصري نصارى وحي أغيرتي النبي جيدا إساقتها دع أي أتركها إساقتها هذا نصارى النبي وذي حكاية له ابن الله واي ثالث ثلاثة واي أي دين سوما إذنكو إساقتها واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم هذا النبي قال وحو البوض أمان أو أريد أن كو أمان يسو كو أمان أمان النبي صلى الله عليه وسلم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف نبي قال أتيري ذات ديسة شرف أتيري أو أريد أن دون يسو وانصب إلى قدره ما شئت من عظم أتيري قدر كيسا هذا أمد محمد يدو النبي إلهي مقرسيني سحاشا لله إلهي ما أنسنا النبي أنسنا تعظيم كيسنا مكيني سمعنا هذا إنه الشركية سبحان الله إمام البصري وليعي وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له الله رسول كيسا فضل كيسا اتسو كو بكرتو حديد كرتان جرت قف والبو أفكا كو أمان النبي عيد والبو أمان تا نبي فضل كيسا عيد حديد كرتو إمال كو إكان كرتان جرت نيوم بالنبي صلى الله عليه وسلم أمان تيسو مال أيو كو إكان قف والبو أما كن بيض هلغت ريو أما هلغة تاريخية عدو البو النبي صلى الله عليه وسلم كارشة قيب أم أي كارشة ما أهم أبيات الإمام البوصري والترينيو تعظيم كالنبي صلى الله عليه وسلم ما أن بغير صفات الربوبية ما أن صفات الربوبية أستامع له لي على مصرينيو صفات كاس من الكفر والإشراك بل من ذلك من أعظم طاعات طاعوك وحيابها أبوة فليس في تعظيمه نبي وينين تسمى أهن بغير صفات الربوبية ما أهن صفوين كالله ما أهن ولا يقال من الكفر والشرك كين يقوى اسمه بل من ذلك من أعظم طاعات ما طاعوك أجوين والقربات يدواش اللور لواني وحبيبك صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من عظمه الله تعالى إلهي عدو البؤويني أنبياء مرسلين ملائكة صديقين شهداء صالحين أولياء ألم علي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من شعائر الله وحاكمنا تعظيمه صلى الله عليه وسلم فإنها من تقوى القلوب أيضا أيها وحاكمتها الله كعبس وكمتها بليلة الفرح بليلة ولادي هبينك أولى شيئا كفر رحمة وقرأت المولد مولد كينا الأقل صلى الله وسلم علينا الأقل وإطعام الطعام الراشن أرض بحيده وغير ذلك يوحي لها المال مما يعتاد من الناس ضدك ضدك كوحي أليهم فلو ضدك أي الليل صالحان أوكالي محالي إلى الباديها أوكالي مرك الله سمعين الموليدك أوكالي وحبا الله سمعيا حمر مرك اللي جو وحك الله سمعيا مرك واكا فعلك الله سمعين ومن أنواع البر أي كنت بر محالي إلى هذا اسم جامع لكل خير ما يحبه الله ويرضاه ووحو البو ناكسا أو خير أو ألنا أجعل يا رالنا كيا وسيدة تعظيم كالنبي صلى الله عليه وسلم
الله وحو إن أمري إن وينينو الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم إن استاجنو فإنها أحجار وحصنوا وضعحيو وأمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها إلى يوحونا أمري إن وينينو. كان السلف والخلف كلهم في ذلك لا يعبدون إلا الله ولا يعتقدون التأثير لغيرهم ولا نفعا ولا ضرا. معنى بقى يوان واحد نفع مالا واحد ابن مكو كيني كرام لكن والله سمع سامان إلا وينين فاتم عمر أليها أنا وكؤوي رقيح إناتها لكن تقول لا فاي عمر رقيح إناتها وأؤوي الحجر الأسود أنا وكؤوي رقيح إناتها ساسيتان محسمين وينين هذا والله سمع أليها marka dadnabi sallallahu alayhi wasallam na dawal lagu amray wa allah uu naxariisto sheekh nuruddin xurshi baad garanaysaa wa qandaf qandafta jooji marka waxa jira laba arin ayaa jirta qofkana inuu ogaado daruuri u tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam weynayntiisu wa waajib wa raf'u rutbati إن درجته سسر الله قاد النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات ما علم وحيارها الله أمي أو إلي الله إنه كسر السيئي مي على سود يديا مي إنه في إنتاس كسر السيسو والثاني من دلوات حيتاي إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري في شيء من ذلك فقد أشرك كالمشركين الذين كانوا يعتقدون الأوثان سيدة قلوين كالمشركين تقال الله أصنم يضع عبود يوكل مسلمين تميا وإنين تحبيبك صلى الله عليه وسلم ما أهم ومن قصر بالرسول صلى الله عليه وسلم في شيء عن مرتبتي qofkii ka gaabiya darajada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay faqad asa hadda nabigu wuu ku caasiyay aw ama kafara wuu ku kufriyay aw man baalaga fi tacdiimi kaas waa kii gaabiyay ruuxii ku xeeleeraada bianwaaci tacdiim noocyada weynaynta ah ولم يصفه بشيء من صفات الربوبية وصفات الربوبية أوسن كسفين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب الحق فقد حقا يواصيبي وحافظ على جانب الربوبية والرسالة مركك وادوه إلى لي جانب رب سبحانه وتعالى إن أبو ريد ما تنظى أي إلى لي وحو كلو إلى لي والرسالة جميعا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى لي حد قفك أو كلو حالي هذا لا إفراط ولا تفريط. ما معنى الإفراط؟ الإفراط تجاوز الحد من جانب الكمال قفك إنو قدبه حدك من جمال الكمال كمدح الرجل منك أي أماني محوكو أماني بأكثر مما يستحق وحوصا مطمئن يكو أمان أمان تا وكو أمان يقفك أوصا مطمئن هدي أوصا ميو قفك أسوح يسميي حدك أيو قبي معاكو سوهري حددتك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمين يوينين يو حبيبك صلى الله عليه وسلم وي أمانان ذكرنا صدقات أي كب حيان أنت أصبح نفسي سمجر فقد أصاب الحق. تفريط يا جرى تفريط من حال تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير كمدح الرجل بأقل مما يستحق والعكس صحيح عكس أي سكين قفك هبيئة أمانت أمانت ومذيع أستاهله نبي آيات صلى الله عليه وسلم
maalinta qiyaama ayuu noo shafeecayaa. Nebiga allow shafeecaan kaa rabnaa. Shirki maa gisay, subxaan allah. May shafeecada isagaa iska wuxuu leeyahay ku sugtay, waad gaabisay. Waa sidaa daydaynu sheegaynay, haddii la sameeyo oo nebiga sallallahu calayhi wasallam marka bishan la soo gaaro, la maamuusayo, laga hadlayo, loo ixtifaalayo, markaad ku mashquulso, waxaa dhacaya istihsaan lirasuuli sallallahu calayhi wasallam aw istikfaaf lirasuul, rasuulkii la fudayso. Gaalada oo kale waxaa la rabaa inay arkaan, maxaa waaye nebigaa la weyneyn uu yahay. Wax kale ka badan ayaa jira oo lagu mashquulo, u baahan in waqtiga la siiyo. Naam. أحمد إن شاء الله تعالى وسوكو كوبينا وقتي أي آد لغير وحنكو سو كوبينا هدو إلى إرادو الأئمة الأربعة محيكة بهم وحسو قاني الله سبحانه وتعالى وحكي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قار كمدة علومضي تسالوين أقوال العلماء أو المذاهب الأربعة في المولد النبوي نبي حي كبنهان احتفال كيسا إيه دل الشبيسة وحنكب الله بإن سيد الترتيب الأئمة يعني سبوح جندنا وحاقوه ريا ومن علماء الحنفية حنفية رأي أقوار مريضنا ابن عابدين محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز نكلا يرادو كتاب أيو كقرأ ليرادو اجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلاة وهو من أعظم القربات وكثرة الصلوات شيخ سؤولي هاي وحاب برنان إن احتفالك إيو برنامج جدا سكسا السن إيو إن سيدا الله تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بك قريبا وحنفيذنا يكمل يعني. من علماء المالكية وحاكمنا الإمام أبو الخطاب نكال إيرادو وحكومة قدير هاي بابن دحية السجن وحولي هاي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جاز ووح بنان فلا إنكار ساسو قسي الدرق وح إنكار كرام المجرور كتاب وحكا قرال إيرادو التنوير في مولد البشير النذير إسلام الكيد أيام كجدنا قاضي أحمد بن محمد السجن وحولي هاي نبي إلا وينية احتفال الله سمية وحكو جمعنا ملاح أستغنى كتاب حكا قرى ليراد الدرر المنظم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شافعي ذو محيكا بهان نحن الشوافع شافعي ذو محيكا بهان شافعي ذو محيكا بهان الإمام أبو شام دوتكو قار إمام النبي بأي يقانين والشيخ الإمام النووي الباعث على إنكار شيخس كتابه وقرأ ليرادو الباعث على إنكار البدعة والحوادث وعن ليه جاز تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس فلا إنكار الإمام يحيى بن الشرف النووي يحيى بن الشرف تقي الدين علي بن عبد الكاف الإمام القاضي عبد الوهاب علي السبكي صاحب طبقات علماء الشافعية الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي الإمام ابن حجر العسقلاني الحافظ عبد الرحمن محمد الشيباني انت بوحي ليهن حبيبك وينين تيسا إيا مرتبة ديسو صلى الله قادة مشروع وحن كسو قبقبيننا ومن علماء الحنابلة حنابلة ذا يوم كسر قبل قبين إنها الدولة إيراد الإمام ابن جوزي كتاب أيو كقر مقعيس الإيراد مولد العروس الشيخ ابن رجب الحنبلي وحليا الشيخ إظهار محب إظهار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جعيل كي سو بناك الله صوري وحنا عوضنا وانتا إيه وبعثته وإرساله إن بناك الله صادق الله سقش كي وحولي هاي راح مشكلة بمره قال ابن تيمية ابن تيمية محوكيري
فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم نبي وينين تيسا واتخاذه موسما حل إن لا سميه ما موسكيسا قد يفعله بعض الناس ضدك قام أي سميا ويكون له فيه أجر عظيم ابن تيمية وحليه أجر وين يا لقيه ليا ما شاء الله ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وحيكو حرمت هاي قفك مقصد كيسا وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم نبي وينين تيسا كتاب أيو كقر اللي يرادو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أصابنا الشيخ اسم كتاب كاس أيو كقر بك إن شاء الله تعالى الله إنه هو أنفع إنت علماء دين السلاء وهذا الشيء أنت بدل روحان نوريري وحلا يرادو ما أتعددك واحد هان هذا روحان نوريري علماء دين دتك ويوريريس هذا علماء دين دتك نوريرينيني هذا على غرب حق إن أتفهمته وكلية مشكلة كلام جفت بعي طاي سيدان أي وحي أكل عديهين وحي كلنا هذا بني آدم كله خلاف كمال ما هذا لكن أنه السيدة أي تهي حق مغسرنا الدعوة دي واجبو ذني قفل بواين وقادة مسألة هدين لغو ويدين السيدة سوغاها اللي كرتا يدعو قان كرتا وقيران معلومات كايسان كرتا مالك إن شاء الله تعالى صلي أيام كسوك وقبي سنة إنها الدو لا إرادو وقت الصلاة دانا وقال ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء سيد الرسل يا أبا الكون يا أول خلق يا من به الانتهاء سوف يبدو في الحجر جاهك كالشمس متى أعوز الأنام الضياء سابق الخلق أنت بالبعث والرسل جنود وفي يديك اللواء خصك الله بشفاعة فردا في مقام يخافه الأنبياء خصك الله بشفاعة فردا في مقام يخافه الأنبياء خصك الله بشفاعة فردا في مقام يخافه الأنبياء أنت فيه الإمام تسجد لله وكل الورى هناك وراء ولك الحوض دونه الشهد والمسك ومشاربون منه ظماء ولك الأمة المحجلة سابقة الخلق خلفك الغراء أنت أصل الجنان يا
سابق الكل إليها يحميك منك الهناء. خصك الله بالوسيلة فردا رتبة فوق خلقه علياء. فوقك الله عز جل تعالى ثم أنت الأمار والنهاء. كل خلق هناك دونك في كل كمال تعذر الإحصاء. كان خير الأنام في كل خير ما لخلق سواه معه استواء. ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. وعلى الآل من هم الكرماء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الفاتحة. هذا رضيني مشروعية الاحتفال انت اي انو غائب تايها الدولة ايرادو نمانتنا ذا الهي ها انو غوضا انفعو اجر اي خيرنا الله ان غوضا سيا نمانتنا ذا كو وقاتنا هديق النبغنا الراعة وددي سنة الراعة كتو سنة ذا الهي نمانتنا ذا هنو وضوا فجيو مرك ان شاء الله تعالى. أختتم بكلمتي والله على ما أقول وكيل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.